مبارك عليكم الشهر. درس اليوم راح يكون طريقة عمل بوكمارك. يلا نبدأ ويا بعض. فأول خطوة راح نبدأ نسوي سلاسل، والسلاسل راح تكون حسب انتو شنو الطول اللي حابينه. طبعا أنا بالنسبة لي اشتغلت على 54 سلسلة، وبعدين زدت سلسلة لأني راح أسوي السطر الأول كله سينجل. طبعا انتو تقدرون تشتغلون على اي عدد، يعني انتو سووا اي عدد زوجي حسب طول الكتاب وبعدين زيدوا سلسلة اخر شيء. فانا الحين حاليا راح اكمل اسوي سلاسل لما اوصل حق العدد اللي انا حابته، وراح اشوفكم بعد ما اخلص من السلاسل. فخلصت 55 غرزة. الحين اللي راح اسويه راح اشتغل غرزة سينجل سطر كامل. فانتوا اشتغلوا عادي غرزة سينجل سطر كامل، وراح اشوفكم اخر السطر. فمثل ما انتوا شايفين خلصت السطر كامل كله غرزة سينجل. فاللي راح اسوي الحين سلسلة ارتفاع، راح اقلب الشغل. طبعا في اول غرزة راح اسوي سينجل، بعدها راح اعد 1 2 3، وبعدين في ثالث واحد راح اسوي عمود. طبعا راح اشتغل 8 عواميد في نفس المكان. شنو يعني؟ يعني الحين هذا 1 نفس المكان، 2 3 4، هذا مضايقكم، 5 6، لحظة، كله في نفس الفتحة، 7، طبعا اخر غرزة 8. دائما لما نشتغل بالصدف راح يكونون 8 في نفس المكان، فراح يطلع لكم هذا الشكل اللي انتم شايفينه. بعدها راح اعد 1 2 3، في ثالث غرزة راح اسوي سنجل، وراح اكمل بهالطريقة. بمعنى راح اسوي سنجل، بعدين في ثالث غرزة راح اسوي صدف اللي هو 8 في نفس المكان، بعدين اعد 3 سنجل وصدف، واكمل بنفس الطريقة. فالحين شوفوا هذا داخل الغرزة اللي داخلها 1 2 3، هني راح ابدأ اسوي صدف اللي هو 8 في نفس المكان. 1 2 3 4 5 6، 7 و8. وبعد ما أخلص 8 1، راح أعد. طبعا لاحظوا 1، الحين هذا اللي حطينا فيه 1 2 3، هذا رقم 3 راح أسوي فيه سنجل، وراح أكرر. أتوقع واضح الحين. فالحين راح أعد 1 2 3، هذا ثالث واحد راح أسوي فيه 8، وتكملون بنفس الطريقة لما توصلون حق آخر السطر. فراح اشوفكم في اخر السطر. وصلت اخر السطر، اخر غرزة راح احط فيها سنجل. كذي اكون خلصت سطر كامل كله النقشة. الحين راح ابدا اشتغل على الجهة الخلفية، فراح ابدا اسوي سنجل اللي هو اول شيء سنجل هذا اللي ثبتته، بعدين شوي شوي ابدا امشي سنجل عشان اروح الجهة الثانية، وبعدين أبدأ أشتغل على السلاسل اللي صايرة هالجهة. في بعض المتدربات يشوفون صعوبة إنهم يدخلون داخل الغرزة، ففي هالحالة طبعاً أول شيء سنجل مال هالسطر، سنجل اللي من فوق اللي هو الرأس، وسنجل من الجهة الثانية. إذا كان صعب إنكم تشوفون الغرز، أحسن طريقة إن تشوفوا شلون هني أنتم مسوين الصدف، فامشوا بالضبط عكسه اللي هو هني. ففي هذا المكان أنا راح أشتغل مرة ثانية 8 غرز عمود 8 دبل كروشيه. فالحين هذا 3 4 5 6 7 و8. بعدها راح أشوف، شوفوا هني وين كان مكان السنجل، تسوون نفس المكان.
إذا ما كم خلق تعدون، إذا تبون تعدون تقدرون تعدون، وطبعا الأثنين راح يكونون متطابقين. فراح أكمل هني نفس الطريقة، سنجل وبعدين ثمانية، سنجل وبعدين ثمانية، وراح أكمل بهالطريقة لما أوصل آخر السطر. فأنا راح أكمل وأنتوا طبعا كملوا. لحظة راح يطلع لكم هذا الشكل. فالحين راح نكمل ثمانية سنجل هني، ثمانية سنجل، ونكمل لما آخر السطر. فوصلت حق آخر غرزة، فطبعا بما أني وصلت آخر شيء بس راح أدخله داخل آخر غرزة موجودة هني وأسوي لي سنجل. بعدها خلاص راح أقطع الخيط وأنظف الأطراف. إذا تبون تقدرون تسوون سنجل ثاني هني فوق بالزاوية أساس يكون الطرفين متشابين. فبس خلاص خلصت الحين، سويت طبعا السنجل على آخر غرزة وسويتها في الزاوية. الحين راح أقطع الخيط وهذا هو شكل البوك مارك، بس باقي لي تنظيف الأطراف. فراح أنظف الأطراف، طبعا الأطراف كلهم موجودين هني اللي هو في البداية والنهاية. تقدرون تخلون جهة لون والجهة الثانية لون، تقدرون تخلون اللي بالنص لون ومكان الصدف والجهة العكسية لون ثاني، فتقدرون أنتوا تتفننون وتختارون أي ألوان أنتوا حابين. فالحين خلي بس أنظف هذا وأوريكم الشغل النهائي. فهذيلا أهم البوك ماركس. إذا عجبكم لا تنسون تحطون اللايك، ولا تنسون بعد تشتركون بالقناة أساس يوصلكم إشعارات أول ما ننزل فيديو جديد. وحاب أشكر متابعتكم، مع السلامة. طبعا في كم جزء هني لازم أنظفه، فدقيقة بس خلي أقصه أساس يطلع مرتب.